وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الدكتور علي المولاني. مرحبا بك دكتور معنا في نشرة الثالثة. إذا ما أهمية توجيه الجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات؟ مرحبا. إن الشراكة يعني مع القطاع الخاص أهمية على عدد من الأصعدة، أهمها هو دعم النمو القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام خاصة على المدى الطويل. فأي اقتصاد حر في الاقتصاد البحرين مو من ممكن أنه يستمر في النمو يعني بدون ما يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لهذا النمو. نعم. ومن ناحية ثانية دعم القطاع الخاص أو تحفيز القطاع الخاص يعني على زيادة الاستثمار. فلما نفتح الشراكة بشكل أكبر مع القطاع الخاص فإحنا نحفزه على الاستثمار لرفع الطاقة الإنتاجية ومن ناحية، ومن ناحية ثانية الاستثمار في التقنيات الحديثة. نعم. وهذا يزيد القدرة التنافسية لهذه المؤسسات. يعني وفي هذا الصدد مهم أن نذكر أن البحرين وجودها في المنطقة يعطي يعني فرصة لهذا القطاع أن يعني يتطور من كونه منافس على المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي. نعم. فمن المتوقع أن يكون عندنا مشاريع في المنطقة تتجاوز 2 تريليون تنفذ في السنوات القادمة. فبجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية نعم. ممكن نعطي هذا القطاع زخم وإمكانية للتنافس على المستوى الإقليمي. نعم. المحلل الاقتصادي الدكتور علي المولاني، شكرا جزيلا لك.